أعلن معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن وقف جميع رحلات العمرة برا وجوا وذلك بناء على التعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بشأن تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المدينة المنورة مؤقتا وحتى إشعار آخر وأكد معاليه ضرورة التزام جميع حملات العمرة بهذا القرار لافتان الى ان هذا القرار ياتي ضمن الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على سلامه المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا ومكافحته والتصدي له